أعزائي عزيزتي، مرحبا بكم. شخصية هذا اليوم هي شخصية غنية عن التعريف، أول امرأة تشغل منصب رئيسة الوزراء في تاريخ إنجلترا، وأحد أكثر الرموز السياسية إثارة للجدل في تاريخ أوروبا الطويل. إنها المرأة الحديدية، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة البارونة مارغريت هيلدا روبرتس، الشهيرة عالميا بمارغريت تاتشر. رغم مضي 7 سنوات من الزمن على رحيل هذه الأسطورة، ما زالت تمثل معجزة نجاح سياسية صعب أن تتكرر، ونموذجا لملايين النساء حول العالم ممن يستلهمون الكثير من القيم والقوى من سيرتها ونجاحها، وما زالت حية لم تمت في تاريخ أوروبا وفي ذاكرة أبناء الشعب البريطاني الذين أسعدهم الحظ بأن يعيشوا عهدها ويروا قوتها وإنجازاتها. يروا قوتها وإنجازاتها بين السياسيين الرجال، رغم اتهامها بمعاداة الفقراء. ولدت مارغريت يوم 13 أكتوبر عام 1925 في غرينتهام شرق إنجلترا، لعائلة تتكون من أب وأم وشقيقة. كان والدها ألفريد روبرتس يدير متجرا للبقالة قبل أن يصبح عضوا في حزب المحافظين وعمدة بلدية غرينتهام، فيما كانت والدتها خياطة ملابس. فنشأت بذلك وسط أسرة متواضعة ومتدينة، كل ذلك علمها الاستقلالية والاعتماد على النفس، كما أخذت عن والدها حس الانتماء لحزب المحافظين مبكرا، وعشقت السياسة، لكنها لم ترد احترافها إلا حين امتلاك أدواتها جيدا. تلقت مارغريت تعليمها في المدارس التعليمية الحكومية، فيما أكملت تعليمها الجامعي في إحدى الجامعات المرموقة أوكسفورد. نظرا لكونها طالبة متفوقة وقد درست الكيمياء، حيث حصلت على درجتها الجامعية، ومن ثم قررت الذهاب لممارسة البحث العلمي، حيث أصبحت باحثة علمية مساعدة. وخلال عملها وصعودها السياسي المتدرج في الحزب من عام 1947، التقت زوجها السير دينيس تاتشر الذي كان يعمل بمجال البترول، وأنجبا توأمين. كان دعم دينيس لزوجته لتحقيق طموحاتها السياسية قويا، فكان بذلك رجلا وراء امرأة عظيمة. قرر دينيس ومارغريت الابتعاد عن العمل السياسي لفترة تسمح لهما بدراسة القانون الإنجليزي، فأصبحت تاتشر مجازة للعمل في المحاماة، كما أنها نجحت سنة 1959 بالحصول على مقعد لها في مجلس العموم البريطاني. وخلال سنوات قليلة أصبحت رئيسة حزب المحافظين عام 1975، وتولت رئاسة وزراء بريطانيا من عام 1979 حتى عام 1990، وهي أطول فترة حكم لرئيس حكومة في تاريخ بريطانيا وأوروبا. وقد اضطرت عام 1990 إلى الاستقالة لمشاكل صحية، ثم تم تعيينها على الفور في مجلس اللوردات. خلال فترة حكمها عرفت تاتشر العديد من المشاكل،
وقد واجهتها بكل شجاعة وحزم، فاستحقت بذلك لقب المرأة الحديدية. كان أهم هذه المشاكل: أولا أزمة عسكرية عام 1982 مع الأرجنتين حول جزر الفوكلاند، حيث أرسلت الجيش وسيطرت على الوضع هناك. المشكل الثاني أنها تعرضت لمحاولة اغتيال على يد الجيش الإيرلندي الحر عام 1984، حيث زرعوا لها قنابل داخل مؤتمر كان يعقده الحزب المحافظ، إلا أنها أصرت على استكمال المؤتمر رغم الحادث بشجاعة كبيرة. كان لوفاة زوجها دينيس عام 2003 صدمة كبيرة في حياتها بعد 50 عام من الزواج، وبعدها بعام واحد كان عليها توديع صديق آخر هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ريغان. بدأ الوضع الصحي لتاتشر بالتدهور بصورة مستمرة، حتى أعلن عن وفاتها يوم 8 أبريل 2013 عن عمر ناهز 87 عام. رحلت تاتشر، ولكن لا زالت سياستها ورؤيتها للحياة السياسية باقية لتشهد العالم كله على شجاعة هذه السيدة القوية. نستخلص أيها السادة والسيدات من قصة نجاح هذه السيدة العظيمة أنه كان بإمكان تاتشر الحصول على وظيفة وتقنع بحياة بسيطة وهادئة، إلا أنها فضلت أن تدخل غمار الحياة الصعبة بشجاعة، فحصلت لنفسها على مكانة مرموقة في تاريخ الإنسانية، فلا نامت أعين الجبناء. إذن هذا ما كان الإخوان، إلا عجبكم المحتوى الله يجزيكم بخير، ما تبخلوش علينا بلايك وبسبسكرايب لتشجيعنا باش نقدموا الأفضل. انتظار فيديو آخر، كنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسعادة في حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.